بدوره جدد مصطفى السيد شكره وتقديره لكل من ساهم في حملة في النخير، مؤكدا أن الحملة تسير وفق أهداف وبرامج محددة، وهي ماضية باتجاه تحقيق هذه الأهداف التي تحظى بالمتابعة المستمرة لتكون في الإطار والمضامين المحددة لها لخدمة البحرين وأبنائها وتعزيز الجهود الوطنية لسلامة صحة الجميع. وقال السيد في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إن حملة في النخير حققت نجاحات منقطعة النظير بمشاركة الصغير والكبير. حملة في النخير أثبتت للعالم معدن الإنسان البحريني وحبه لمساعدة الآخرين، فرأينا تجاوب الجميع من المواطنين والمقيمين مع الحملة، الصغار والكبار، الغني والفقير، وقد حققت الحملة نجاحا منقطع النظير من جميع النواحي، وحققت أهداف الإنسانية اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر من أجله. فكان سمو الشيخ ناصر رؤية وأسلوب راقي، تحفيز الصغار والكبار بأسلوب متواضع، وكيف جمع الناس حواليه للالتفات ووقفتهم مع الوطن شيء رائع، وأثبتت تكاتف الشعب مع القيادة. وكان نتيجة ذلك يعني أن هالشيء نال اهتمام الباحثين وعملوا دراسات يعني وتم عرضه في صحف عالمية. بالنسبة للنتائج الله يحفظكم، فتم تخصيص 18 مليون، وهي أشياء يعني قمنا بتنفيذه، 18 مليون دينار من إجمالي الحملة لمشاريع إفطار صائم وتوزيع الأغذية وتوزيع كمامات وإنتاجه.